بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 الأولى من دروس الفقه المنهجي الشافعي اليومية. وصلنا إلى آداب الجمعة. قلنا الأدب الأول الغسل، والاغتسال سنة مؤكدة لا علاقة لها بالجنابة، يعني يغتسل الإنسان لأجل الجمعة، لأجل اجتماع الناس. وتنظيف الجسد من الأوساخ والروائح الكريهة والدهان، يعني بالطيب، أن يتطيب كل ما كان فيه اجتماع الناس، يسن للإنسان أن يغتسل وأن يتطيب. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشيء الثالث، قال: لبس أحسن الثياب. روى أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس أحسن الثياب. ما بيجي بالبيجامة، ما بيجي يعني بلباسك مهرهر بلباس العمل، لا، إلا إذا كان يعني المسجد إلى جانب العمل وهو أتى ليصلي الجمعة. أما الأصل أن يتزين وأن يلبس أحسن الثياب. الحديث: من اغتسل يوم الجمعة، لاحظ هي الغسل، ثم لبس أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده. ما عنده طيب، يعني الماء هو الطيب، إن لم يوجد الطيب. من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، هذا في كل صلاة. ما بيجي يعمل لكم تركيب مشان يلحق الصلاة، ما الله كلام، تعال بالوقت. ولم يتخطى أحدا ولم يؤذيه، يعني لم يتخطى الرقاب، يعني هو بده يقعد قدام الخطيب، طيب تعال على بكي. أما قاعد يرفع رجله من بين اثنين لبين اثنين، وكلما رفع رجله تخطى الرقاب وجعل قدمه عند مستوى رأس أخيه في الله، هذا أذى. ولم يتخطى أحدا ولم يؤذه، ثم ركع ما قضي له، ما كتب له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام، غفر له ما بين الجمعتين. شو رأيكم؟ اغتسل ولبس أحسن الثياب وأتى الجمعة بالسكينة، ولم يتخطى الرقاب، ولم يؤذي أحدا، ثم جلس حيث انتهى به المسجد، ثم صلى ما كتب له، ثم استمع إلى الخطبة، قال: غفر له ما بين الجمعتين. والأفضل أن تكون الثياب بيضا، يعني بيضاء، لما رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، لباس الملائكة، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. اللي بيموت بإيش من كفنه؟ بالأبيض. سوى الأبيض، ولما بيولد بنلفه كمان باللفة البيضة. أي نعم. ولباس الملائكة هو البياض. رابعا، قال: أخذ الظفر وتهذيب الشعر، يعني إذا أضاف لطوال بقصة، وإذا شعره منكوت بيظبطه. يعني أنا بدي أسألك، إذا أنت معزوم الآن، دعيت إلى حفلة عرس، بكرة الشيخ ضياء بده يتزوج، بساوي لنا حفلة عرس، نروح منجي هيك أظافيرنا طويلة وشعرنا منكوش ولابسين بيجامة، شو هذا؟ ما في اهتمام؟ كما أننا في حفلاتنا الخاصة نحترم الذي دعانا، كذلك نقدر الله عز وجل الذي دعانا إلى هذه الخطبة، ونقدر أيضا اجتماع المسلمين في هذا المكان، فنلبس أحسن الثياب ونختار من ثيابنا البياض. التبكير إلى المسجد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. التبكير، هلا نحن ما عم نحكي الناس امتى بتجي اكثرها، على الاذان، قبل الاذان بشوي وبعد الاذان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكان راح، يعني من الرواح، يعني في الوقت في مبكرا، يعني فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه
فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. شايف كلما تأخر كلما قل يعني ما يعني ما رمز إليه النبي عليه الصلاة والسلام له من الثواب. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أنا عندما أكون على باب يعني المكان الذي سنصلي فيه وأجد بعض الإخوة وصلوا، أقول ادخلوا قبلي لهذا الحديث. فإذا خرج الإمام يعني خرج إلى المنبر، يعني دخل إلى المسجد، جلست الملائكة يستمعون أو حضرت الملائكة، خلص بسكروا الصحائف ما عاد تسجلوا له شيء. إذا إجا بالساعة الأولى بدنة يعني جمل، إذا إجا بالساعة لكن البدنة هي يعني قال تعالى والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. نعم. الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا أقرب كمان، والساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، والساعة الخامسة كأنما قرب بيضة، بعدين خلص ما عاد في له شيء زيادة، ما بقاله غير أجل الخطبة. غسل الجنابة أي كغسل الجنابة من حيث الهيئة، راح يعني ذهب، قربت الآن شرح الكلمات للحديث، يعني تصدق بها تقربا إلى الله تعالى. بدنة هي واحدة الإبل، البدنة واحدة الإبل تهدى إلى بيت الله الحرام. أقرن له قرنان، كبش الأقرن له قرنان، يعني هذا بيجي أغلى، اللي له قرن واحد أو ما له قرون هذا بيجي أرخص. فكأنما قدم كبشا أقرن يعني له قرنان يعني أجره أعلى. قال وهو أكمل وأحسن صورة وقد ينتفع بقرنه. خرج الإمام صعد المنبر للخطبة، الذكر الخطبة ما فيها من الموعظة، حضرت الملائكة يستمعون الذكر يعني الخطبة وما فيها من الموعظة وذكر الله عز وجل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.